شو حلو نفاجئ ونتفاجئ بسفرة رومانسية بعد نهار طويل من الشغل. بحلقة اليوم رح نتعلم كيف نعمل وصفات بتناسب سفرة لشخصين. هاي شيف. هاي ملك. شو اليوم عازمني على الغداء؟ عازمك؟ لا مش عازمك على الغداء. بلا كوكينج فور تو. ايه يعني مش انه عازمك حناكلهم. قلنا شو بدنا نعملهم. اوكي. فاليوم حنعمل حلقه من الحلقات الخاصه المناسبات الخاصه. بتعرفي اوقات في مناسبات سعيده، في حتى لو واحد رجع من الشغل على البيت طبخ لمرته مع العكس صحيح، فينا نعمل اطباق يكون هيك حلوين افكار يعني. اوكي. نعملهم ل ليكونوا هن عشاء اما غدا اما نهار الاوف شو ما منيح على الفطور كمان كمان بس اكيد نهار الاوف يكون راكلين على الشغل طبعا اكيد فحنعمل اول طبق حننقع اللحمه عاملين شيء بالغنم اوكي حنحط معها رمان ومشمش نعمل هيك شوي ملونه فيها لون احمر فيها لون اورانج بنعطيها هيك الوان حيويه طب يبين على طول هو اذا بتلاحظي على طول بالمناسبات بتلاقي الصحون على طول ملونه اوكي من هذا الغنم حنستعمل اللبن للنقعه بقلب الطبق الاساسي حيكون بقلبه فريكي وهريس قمح حمص بصل وثوم خل ولايم نغير شويه طعميات عم نعمل طريقه عم بعمل صحن طريقه المغربيه اللحمه حتكون منوعه على الطريقه اللبنانيه الطبق حيكون معمول يعني طبق انترناشونال يعني ايه معمول على الطريقه المغربيه شوي بدل ما استعمل كسكس عم استعمل قمح وهريس يعني نيال الشخص اللي بده يطبخ اللي بده ينطبخ له هذا الطبق هلا ندوقهم بجيب له مثلا باجيت فرنساوي وازهار ايطاليه فهيدي هي بتكون لانه هو بالنهايه مش يعني هي اكيد المناسبه بس هي كمان شعور الجاست طبعا اكيد هي بمعناها بمعناها حتى لو كان بطاطا مقلية بس انه بس اهم شيء انه يكون طيب الاكل يعني تصور يعني انه هيك تكون الجاست حلوه ويكون الاكل ما بيتاكل بس ما خلص هلا اذا واحد ما يطبخ شو عمل له يعني دليفري بالاخر هلا هيدي توم اوكي هناخذ لبن